أعلنت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية إبدأ عن بدء اختبارات القبول والمقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة إبدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر والمتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. أكدت المبادرة أنه يتم تقييم الطلاب من خلال إجراء عدد من الاختبارات في اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات، بالإضافة إلى اختبارات قياس معدل الذكاء، مشيرة إلى أن المقابلات الشخصية تتم من جانب لجنة مكونة من ممثلي مبادرة إبدأ ووزارة التربية والتعليم وشركة تأهيل، وذلك تأكيدا لحرص المبادرة على مراعاة الشفافية والمساواة بين جميع المتقدمين.